إذا كان الإنسان في عمرة وهو مضطبع فهل يجوز له أن يصلي في هذه الحالة؟ نعم، لكن الاضطباع ما هو مشروع إلا في الطواف، ما هو مشروع في الصلاة، يشرع في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. أما في غير خارج الطواف فيجعل الرداء على كتفه، لكن لو صلى وهو مضطبع صلاته صحيحة لا بأس، وهو ساتر لأحد الكتفين.